السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 1991 حصل إعصار قوي جدا 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 في بنغلاديش، طبعا ده نتيجة التغير المناخي وفيضانات غير عادية، وكان غرق أو عاش تحت المية أو في المية أكثر من 25 مليون بنغلاديشي. وكان عليا أن أنا أقدم الرسالة قبل شهر نوفمبر في عام 1991. فأنا عشان أكمل كتابة الرسالة أو أعاد كتابة الرسالة مرة أخرى بعد ما كلفوا أحد الأساتذة أنهم يقعد معايا عشان يساعدني في اللغة ويساعدني في المرجعيات، خليت ولادي يذهبوا لمصر أجازة الصيف، مروحش أنا معاهم، قلت لهم هقعد هنا عشان أكمل الرسالة. ده كان في شهر أعتقد شهر يونيو أو شهر يوليو بعد اللي هي أجازة الصيف إلى آخره. وفي الوقت ده حصل شيء جميل جدا، ان شابين كريمين من مدينة برادفورد جمعوا مبلغ 30,000 جنيه استرليني، ومبلغ 30,000 جنيه استرليني في عام 1997 بالنسبة للإغاثة الإسلامية كان يعتبر شيء كبير جدا 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 قد التايم. وفي نفس الوقت في ذلك الوقت وفي نفس الوقت مش بس جمعوا كده، في نفس الوقت اتصلوا باللي هو الخطوط الجوية البريطانية اللي قالت انا هعطيكم تذكرتين لدرجة أولى للسفر والعودة من بنغلاديش. قلنا طيب، فكلموني في التليفون، وكنت أنا طبعا منهمك جدا 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 بخلاص، يعني نتكلم في شهر يونيو أو يوليو والتقديم الرسالة لابد يكون قبل شهر نوفمبر. فعدت أكلم شباب هنا وهناك وهنا وهناك وهنا وهناك من شباب الحلقات، شباب المساجد، شباب كذا، ما في حد ردي إيه، ما في حد ابدا رضي يسافر ويقعد اسبوعين او كذا في بنغلاديش. انا قررت ان انا اسافر في هذا اليوم، يعني قلت خلاص انا نفسي هسافر وهسيب الرساله بتاعتي الى اخره. في نفس اليوم اللي انا قررت فيه يا شباب ان انا اسافر، ممكن قصه انا قلتها كتير جدا جدا، لو كان يوم جمعه بعد ما صليت الجمعه وبعد ما اتصلت بالناس لما برادفورد عشان نسافر بعدها الاثنين اللي بعديها او تلات اللي بعديها، رجعت لنفس المعلومات اللي عندي من 6 سنين او كذا، وقعدت بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى اقلبها يمين وشمال وفوق وتحت، فعملت نظرية جديدة عجبتني النظرية دي، مش هقعد اتكلم عنها، نظرية طبية. فيوم الاثنين صباحا رحت المستشفى ومعايا الورقة اللي انا كتبتها في المعمل يوم الجمعة مساء، وعرضت النظريه الجديده دي على الرجل اللي انا كنت بشتغل معاه، البروفيسور او اللي هو الاستاذ المساعد اللي كنت بشتغل معاه اللي هو دكتور إين راشتون، وقال لي دي نظريه جديده حطها تبقى اضافه ليك في العمل بتاعك. طبعا النظريه دي جت ربنا الهمني بيها بعد انا ما عملت اولويه سفري الى بنغلاديش قبل اولويه اللي هو ايه تقديم رساله للجامعه مره اخرى. سافرت بنغلاديش طبعا مع زميلي من برادفورد من مطار هيثرو، وطبعا الرحله كانت مش عارف 10 ساعات او اكتر بالطياره، بس كانت فيرست كلاس جزاهم الله خير الجماعه بتوع اللي هم خطوط الجويه البريطانيه. ونزلنا هناك وقابلنا الجمعيات المحليه ولفينا على المشاريع، وكان فيها مشاريع شراء الركشة اللي هي العربيه من اليد دي، وشراء اللي هو الشبك، وشراء اللي هو التراكتورز اللي هو الحراتات اللي هي صغيرة اللي على حسب الأراضي اللي هناك إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وطبعا يعني أصابني ما أصاب الكثير في هذه الرحلة، أن أنا أصبت بالبرد وأصبت بالإنفلونزا وأصبت بالإسهال الشديد، فقعدت جزء من الأسبوعين هناك طريح الفراش الحمد لله، يعني في يومين أو ثلاث أو أربعة أيام إلى أن عافاني الله سبحانه وتعالى ورجعت مرة أخرى بإنجازات كثيرة جدا جدا وخبرة كبيرة أخذتها من هذه الرحلة لمدة أسبوعين والسفر في أماكن مختلفة في داخل بنغلاديش كذلك. فهنا رسالة إيه يا شباب، الرسالة هنا هو إذا قدمت أولوية المسكين على أولويتك لن يخذلك الله سبحانه وتعالى، بل سيجعلك تبدع في أشياء كثيرة جدا لم تكن تدري عنها أو تجعلها في حسبانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.